مثل رائع في الحب والعطاء ضربته زوجة مصرية تدعى هبة عطية بعد أن أهدت زوجها قطعة من جسدها. هبة لم تتردد لحظة واحدة لإنقاذ حياة شريك حياتها بعد زواج 17 عاماً، ورغم علمها منذ فترة الخطوبة بإصابته بفيروس سي إلا أنها لم تتخلى عنه وتزوجته وأنجبت منه 4 أبناء. لكن طول فترة زواجهما كان الزوج يعاني من ورم بالكبد وقام باستئصاله، لكن بعد العملية تدهورت حالته الصحية جدا وحدث تليف بالكبد. رفض أقرب المقربين التبرع له، فأصرت الزوجة على أن تتبرع له بجزء من كبدها، وجاءت أنسجتها مطابقة تماما لأنسجته لتكون سببا في إنقاذ حياته. ليشيخا معنا. مهما كان كل إنسان أمامه شخص بحبه، إلا أنه في عنا أنانية نوعا ما وأنانية إيجابية. عندما يتعلق الأمر بالأبناء منقول منعطيهم عيوننا، لكن عندما يتعلق الأمر بالزوج هل فكرتي أكثر من مرة وترددتي؟ أنا ما فكرتش أن أنا أتردد تماما. أها. لأن الزوج برضو ربنا بيقول لو أمرت على الزوج أن تسجد لتسجدت لزوجها، فطاعة الزوج واجبة بالذات في حالة إنقاذ حياته من الموت وإعادته للحياة مرة أخرى. طيب أحمد، أنت طلبت من زوجتك بأنه بإمكانها أنه تتبرع، ولا الفكرة ما كانت بالحسبان بالأول؟ والله الفكرة ما كانتش في الحسبان، ولا لأنها كانت ضعيفة، يعني شكلها كده نحيفة وضعيفة، وكنا الحالة بتاعتي كانت ميؤوس منها. وكنا بنقول ان احنا عايزينها تبقى علشان العيال، يعني تربي عيالها، كنا خايفين عليها وكده. يعني حتى العيلة عندنا رفضت، قالها خلي انت انتهيت كده وخلي الولية تربي العيال. لكن هي اصرت انها تتبرع، والحمد لله ربنا كللنا بالنجاح. طيب أحمد، أنت لجأت لمقربين لإلك ورفضوا، ممكن تقولنا شو كان موقفهم، شو كان تبريرهم، وأنت كيف تعاملت مع هذا الموقف؟ تبريرهم أن الدكاترة بيتعلموا فيكو، وزراعتي وبتاعي أنت خلصان وحالتك منتهية خالص وتعبانة، وما ينفعش اصلا حاله، لان الحاله الصحيه كانت تعبانه جدا، واستسجى كبير عالي، وصحه تعبانه خالص. يعني لك ان تتخيلي، مش كنت قادر اكل حبات طعميه او شويه فول. كنت بروح مطعم الفول والطعميه ده اشم الريحه بس، لكن ما اقدرش اكل حاجه خالص. صحيا تعبان جدا، واتحرك على كرسي وكده. فالمدام هي اللي وقفت جنبي بس، لكن ما لقيتش اي حد من القرايب ولا من هنا ولا من هنا ولا اي حاجه خالص. افهم من هيك يا احمد انه انت ولا يمكن تزعل هبه بعد اليوم. طبعا ولا يمكن ازعلها. طيب ازعلها ازاي؟ هي وهبتني الحياه كامله. ملايين عم بيحضروك يا احمد، انه انت ما راح تزعل هبه مره ثانيه. ادتني 60% من الكبد بتاعها. طب هبة، بالمقابل انت في يوما ما ممكن اثناء خلافات زوجيه تعايريه تقولي له بس انا تبرعت بكبد لإلك؟ لا لا لا، ربنا ما يجيب اي خلاف ان شاء الله. وبعدين انا ما عملتش حاجه بايديا، دي كلها تقدير ربنا وتوجيهات ربنا.